دكتور مقبل معز. المجلة الرياضية ملفات أخبار وقضايا رياضية. إعداد وتقديم إدريس مكرو. السلام عليكم، مرحبا من جديد بكل مستمعي عتافة سلجي والهد الموعد الرياضي الأسبوعي. في مواد العدد سنتناول بإذن الله مجموعة من الأخبار المتفرقة تحديدا في مجالات كرة القدم الدولية والوطنية واستعداد المنتخب الوطني للاعبين المحليين لجانب رياضة الملاكمة ركوب الأمواج وغيرها من الأخبار الأخرى. الموضوع الرئيسي لحلقة اليوم سيكون بمثابة إطلالة على أحد النجوم الرياضية تحديدا في مجال فنون الدفاع بديار المهجر، خاصة في فن السيف العربي مدينة فرانكفورت الألمانية. سنستضيف البطل العالمي محمد الطلبي من مدينة فاس تحديدا من حي بن سودة. بداية، أكملت منتخبات إيطاليا الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم للشباب لكرة القدم أقل من 20 عاما المقامة حاليا في كوريا الجنوبية بحجزها لبطاقات الثلاث الأخيرة على حساب منتخبات فرنسا نيوزيلندا السنغال على التوالي في ختام ثمن النهائي. ولحقت المنتخبات الثلاثة بكل من البرتغال فنزويلا الأوروغواي زامبيا أنجلترا، وتأهلت إيطاليا بفوز على فرنسا بطلة سنة 2013 بهدفين مقابل هدف، وستلتقي في الدور المقبل مع زامبيا غدا الاثنين. وحجزت المكسيك وصيفة النسخة الأولى لسنة 1977 بطاقتها بالفوز على السنغال رابعة نسخة 2015 في وقت قاتل، وستواجه في ربع النهائي أيضا غدا الاثنين منتخب أنجلترا. وحققت الولايات المتحدة الفوز على نيوزيلندا بسداسية نظيفة وهي المرة الثانية على التوالي التي تبلغ فيها الولايات المتحدة الدور الربع النهائي للعرس العالمي والسادسة في تاريخها. وتلتقي في اليوم الذاتي البرتغال بطلة 1989 و1991 ووصفة سنة 2011 مع الأوروغواي وصيفة 1997 و2013، وتغيب صربيا حاملة اللقب والبرازيل صاحبة المركز الثاني على لائحة المنتخبات الأكثر تتويجا برصيد 5 ألقاب، علما بأنها المرة الخامسة على التوالي التي يغيب فيها المنتخب البطل عن البطولة. الأرجنتين، غانا، البرازيل، فرنسا وصربيا. وخرجت الأرجنتين حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة من الدور الأول للمرة الثانية على التوالي. على مستوى آخر، عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيمي مغربي لإدارة مباراة تونس ومصر الشهر يونيو الجاري بافتتاح تصفيات المؤهلة لأمم إفريقية 19 و2000 بالكاميرون، حيث تستضيف تونس مصر في 11 من يونيو الجاري على ملعب برادس بالضاحية الجنوبية العاصمة التونسية. حساب الجولة الأولى من التصفيات يتكون طاقم التحكيم من كل من بشعي الحرش، حكم ساحة، عصام بن بابا، وحياء النوالي مساعدين، وخالد النوني كحكم رابع. كما عين الاتحاد الإفريقي طاقم تحكيم تونسي لمباراة السودان ومدغشقر في المباراة التي ستجرى في 9 يونيو الجاري بملعب العبيد بالتصفيات الإفريقية أيضا. ويتكون طاقم من صادق السالمي بمساعدة كل من محسن بن سالم وفوزي الجريدي، أما الحكم الرابع فهو هيثم قراط. كما تم تعيين طاقم تونسي بقيادة يوسف سريري بمساعدة يامن الملولشي وحسن عبد اللطيف لإدارة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في 10 من يونيو الجاري بالتصفيات، فيما سيكون سعيد كردي حكما رامعا. على مستوى آخر، تعقد اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية جمع العام الانتخابي يوم 14 يونيو الجاري بالمجمع الرياضي الأمير مولى عبد الله بالرباط. وذكرت اللجنة أنه طبقا للأنظمة الجديدة التي تمت المصادقة عليها خلال الجمع العام الاستثنائي المنعقد يوم 22 نوفمبر 2016، تعقد اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية جمع العام الانتخابي يوم 14 يونيو الجاري بمقرها بالرباط. ويدخل المنتخب الوطني للاعبين المحليين لكرة القدم في الفترة ما بين 15 يونيو الجاري تجمعا إعداديا مغلقا بالمركز الوطني لكرة القدم بالرباط. ويدخل هذا التربص في إطار استعدادات المنتخب الوطني المحليين لمبارتين اللتين ستجمع المنتخب المصري ذهبا وإيابا ضمن تصفيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى بكينيا سنة 18 و2000.
الموضوع الرئيسي ديالنا ديال الحلقه ديال برنامج مجله الرياف غنوقفوا من خلاله نديروا اطلاله على الاسماء اللي دارت القيمه ديالها والمكانه ديالها في الدول الخارجيه الدول الاوروبيه تحديدا في الجانب ديال فنون الدفاع تحديدا. فمدينه فرانكفورت بالمانيا استضيف البطل محمد الطالبي اللي هو رئيس الاكاديميه الدوليه لالعاب الدفاع عن النفس وفن السيف العربي بمدينه فرانكفورت بالمانيا. سي محمد السلام عليكم. مرحبا مساء الخير. اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله. نذكر سي محمد الطالبي فهو من ابناء مدينه فاس اللي طبت الحل بداوا من نقطه الصفر يعني من الناس الرواد الاوائل اللي حاولوا انهم يسموا لهاد الرياضه. هو ولد تحديدا ولد بن سوده فالمناسبه بين الفين والاخرى فاحنا يعني كنديروا اطلاله على ابناء المغرب بصفه عامه تحديدا مدينه فاس والمدن المجاوره باش نشوفوا الخطوات اللي قطعوها البصمات التي تركها الرياضه فيما يخص تعريف يعني بالمغرب بصفه عامه. طيب سي محمد بدايه قبل ما نمشيو للجانب الرياضي فنمشيو نتوقفوا كيفاش كتمر الاجواء ديال شهر رمضان المبارك بالمانيا بصفه عامه تحديدا على مستوى المدينه ديال فرانكفورت. مرحبا سي محمد. اهلا شكرا. الحمد لله وشهر مبارك علينا وعلى جميع الاخوه المسلمين والعرب والمغاربه وخاصه مدينه فاس الحبيبه. شهر رمضان هنا الحمد لله بالنسبه للجو يعني شيئا مناسب انه ضروري من الاعتماد على الدين لان هذه الفرصه اللي تكون باش الانسان يعني يكسب واحد الثقه بايمانه في الله كي تثبت حتى الطريق نتاعه وكيف حتى حصل على واحد الشرف كبير لما كنشوف هنا حتى في التدريب تاعنا الحمد لله بالنسبه للالمانيين وعرفونا عارف المدرب الان في حاله رمضان في حاله صيام ما كيبالغكش يعني ما كيتناقش معاك وكيحشم يشرب قدامك واحد كاس ديال الماء كيمشي للمستودع الملابس ويشرب سبحان الله العظيم. لان عارفك واحد القاده في واحد حاله صيام سبحان الله العظيم وهذا شيء جميل الحمد لله. شحال تقريبا الساعات ديال الصيام عندكم انتم سي محمد شحال كتبلغ؟ تقريبا احنا كانت تقريبا عندنا كتبدا من 6 ونص نتاعنا هنايا حتى 7 ونص ولا 8 الا 4 نتاعنا هنايا ديال 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 المانيا ديال المانيا. نعم. زادين عليكم بساعه تقريبا. نعم نعم تقريبا شحال غادي تقريبا واحد 16 17 ساعه ديال الصيام هكذاك المجموع 16 و35 نعم. بالنسبه للاجواء ديال رمضان على الاقل كاين بعض المساجد اللي قريبه تما سي محمد اللي كيتجمعوا فيها يعني المسلمين بصفه عامه. لا الحمد لله الحمد لله هناك بعض هنا مدينه خاصه مدينه فرانكفورت اللي كنعيشوها تقام حفلات رمضانيه والحمد لله جاوا بعض العلماء اللي جاوا حتى من المغرب وكيقوموا هنا بدروس دينيه يعني بالتعريف بالنسبه للدين وبزاف د الحاجات وبالنسبه للشباب الشباب الحمد لله اهتم بزاف وهذا واحد الفرج كبير يعني كيصرنا ملي كتشوف الشاب يعني عمره 9 سنين 10 سنين كذا وجات معك في الصف تاع الصلاه وهذا شيء ممتاز كيفرح القلب. نعم. طيب بالنسبه للعمل ما واش كيتاخذ بعين الاعتبار الناس اللي كيصوموا المسلمين بصفه عامه واش كتكون هناك حالات متميزه خاصه بالنسبه للمسلمين الصائمين على مستوى المانيا وتحديدا مدينه فرانكفورت سي طالبي؟ كاين بعض الناس اللي كيضطروا انهم يغيروا التوقيت تاع العمل نتاعهم يعني باش يشتغلوا بالليل لان هنا بعض المعامل اللي كتسمح لهم انهم مثلا كيديروا ثلاث ديال اللجنات. نعم. يعني ديال الفرق فرقه ديال الصباح وفرقه ديال العشيه. كاين هناك بعض مشاكل اخرى في بعض المحلات اللي ضروري انه يشتغل بالنهار وفيه بعض المغاربه الحمد لله الله يكثر الصبر نتاعهم مشاكل صعيبه شويه والله يتقبل منهم ويساعدهم امين رب العالمين. طيب السي طالبي نمشيو للشق الرياضي طبعا الحال نشوفوا الاكاديميه في نوصلات شنو هي اخر الانجازات هي اخر الخطوات اللي قطعتها تحديدا فيما يخص فن السيف العربي قبل ما نشوفوا بقيه الرياضات الاخرى ديال فن الدفاع. سي طالبي شكرا. الحمد لله السيف العربي اعترف به ولا تم الاعتراف به كرياضه وشاركوا فيه بزاف المغاربه بزاف الاجانب لانه لقاو بانها رياضه ثانيه عندها اسلوب ثاني وقواعد اخرى والتزامات ثانيه. نعم.
والحمد لله انتشر بزاف، عندنا عدة ممثلين دوليين عن طريق الفيسبوك اللي الناس يشوفوها، تقريبا عندنا واحد العدد كبير ما يزيد على 20,000 المنخرطين غير في أكاديمية الصيف العربية على الفيسبوك، واللي كينتظروا الجديد. والحمد لله قريبا غادي نصدروا الكتاب التام وغادي يتم يعني فيه القوانين ديال فن الصيف العربي، وغيكون الترجمه ديالو بالالمانيه وبالعربيه وبالفرنسيه، وان شاء الله يكون في شهر سعود غيكون واجد. نعم. طيب بالنسبه تكلمت يعني على الجوازات فيما يخص واش خاصه فقط يعني بالفن ديال السيف العربي ام بقيه الرياضات الاخرى سي طالبي؟ احنا الحمد لله اسسنا الاكاديميه. الاكاديميه يعني بالنسبه للاخوه المستمعين وبالنسبه للاخوه الرياضيين، اكاديميه كتضم جميع وتتبنى جميع العاب الدفاع عن النفس. مثلا عندنا مشارك في لعبه الكاراتيه او الجودو او كلها عنده الحق يشارك وينخرط في الاكاديميه، وهذا جواز رياضي دولي مثلا كتسجل فيه كل اللقاءات نتاعو والاحتمال نتاعو والدرجه نتاعو فين ما مشى. ما غيكونش ماشي من الضروري انه ياخذ الشواهد كلها معاه، ياخذ معاه الجواز بالترقيم نتاعو محفظ مؤمن فيه الصوره نتاعو والكذا وكل يعني الدرجات وكذا واللقاءات كتسجل فيه من اي رياضه كان، وكيكون معترف به دوليا في اي مقابلات عنده حق المشاركه. ويعني ماشي غير ما يكون في اي منتخب عنده باش يشارك، ربما بعد المنتخب بعد حياته في المنتخب وكذا يمكن يساير المشوار تاعو الرياضي ويكون محترف ومعترف به كرياضي دولي. بالنسبه لجميع انواع الرياضه لانها اكاديميه تتبنى كل العاب دفاع النفس، ما يسمى بالكاراتي او الجودو او كلها اضافه الى فن السيف العربي، لان الاكاديميه هذه هي الوحيده عالميا اللي كتبنى وكتضم فن الصيف العربي، لان احنا مؤسسين هذا فن الصيف العربي. وهذا يعطينا بالنسبه للرياض المغربيين عنده قيمه دوليا معترف به، لان ملي كيكون كيجيك واحد الجواز اخر واحد بطاقه رياضيه من جامعات كيكون هناك شك ومكان الاقامه ولا المقر نتاع الاكاديميه هنا في اوروبا، هذا كيعطي واحد صفه دوليه معترف بها على طول. هذا اللي كنعيشوه هنا بالنسبه للشباب المغربي اللي كيجيو عندنا هنايا وكيقول لك انا عندي مثلا الحزام الاسود الدرجه الثانيه الثالثه في نوع من انواع الرياضه. ملي كيجي هنا ضروري انه يدوز امتحان بطبيعه الحال. يدوز واحد الامتحان باش كيقبلوه، باش كيقولوا يعني واخا كيقولوا انت عندك هذا الحزام ولكن في بلادك، اما هنا خصك تمشي على القانون تاعنا. اي لما كيكون مسجل في الاكاديميه وكيكون عنده الجواز واخا كتكون يعني واخا كيكون الشهاده ولا الدبلوم اللي كيكون حاصل عليه يعني الممارس، يعني كتولي اعاده يعني الامتحان باش تاكد من من القدرات اللي كيملك هذا الممارس هذا. بالخيرات نتاعو كيكون في الاكاديميه كيكون مسجل في الجواز خلاص، يعني كيكون مصدق عليه بان الاكاديميه تعترف بان هذا الانسان حامل هذه الدرجه كذا. هو طبعا كيقدم لنا الشواهد نتاعو حنا كنشوفوها لان رسميه وكنسجلوها عندنا في الجواز الرياضي، وملي كيمشي يشارك شي بطوله كيكون عنده السنت نتاعو بالحزام نتاعو والدرجه نتاعو بدون شك ولا مفاوضه ولا استدلال. طيب هذا فضل الجواز الرياضي وهو يمدد كل سنه. كل سنه كيكون الجديد ديالو. الجديد ديالو يمكن يمدد فيه، يعني حر هي مثلا عنده الحق يبقى في الجامعه ديالو. ولكن كل رياضي عنده الحق في الجامعه اللي مسجل فيها بالمغرب مثلا، وعنده حق يسجل في جامعه اخرى او في اكاديميه اخرى كهذه الاكاديميه، وهذا كتعطيه صفه دوليه. يعني ما كيبقاش غير في النطاق المغرب خالص. فقط كتعطيه صفه دوليه وكيتعرف بها عن طريق هذا الجواز بانه دولي. ورياضي دولي. يمكن له يمارس مثلا في شي منافسات دوليه تحت يعني رايه ديال شي بلاد اخرى انطلاقا من هذا للصفة اللي كيتخول هذا الممارس انطلاقا من الاكاديمية ديالكم سي طالبي؟ عنده حق الاختيار لانه مسجل بالاكاديمية، الاكاديمية تعترف بانه حاصل على درجة كذا، وهو عنده الحق لما تكون مثلا هناك بطولة ويبغي يشارك باسم المانيا او يشارك باسم فرنسا او يشارك باسم المغرب، هو كيدير معهم المفاوضة نتاعهم، اللي كيخلط مزيان يمكن يشارك معاه، فهمتي؟ وعنده الحق مرة ثانية يشارك باسم دولة أخرى. لأنه هو رياضي محترف. ماشي ضروري عليه يبقى في مثلا مع دوله وحده، لا عنده حق يلعب باسم الدوله البلاد نتاعو، وعنده حق في بطولات اخرى والبطولات المفتوحه يشارك باسمه خاص باسمه انه
مثلا باسم جامعة فرنسية أو هولندية أو أي جامعة، لأنه محترف. هذا هو الجواز اللي كتعطيه الفضل نتاع الجواز هذا ديال الأكاديمية. بالنسبة للرياضي كيولي عن طريق الاحتراف. نعم. الشاب المغربي لما كيكون در مثلا 10 سنين و15 سنة يعني في المغرب وكيطلع للمنتخب، كتتيح له الفرصة يطلع للمنتخب المغربي. أي منتخب عنده فرصة ديال سنة سنتين ثلاثة كيخرج من المنتخب. صافي. انتهت الحياة تاعو الرياضية. نعم. ها؟ احنا لا، احنا كنعطيوه المدو باش يمارس ويساير مشواره الرياضي بانه مازال اكتيف يعني مباشر، ويشارك باسم الاكاديميه ادي تحت الاكاديميه خاص الاكاديميه ويشارك يعني حتى يقول هو بركه عليا. نعم نعم. طيب عندها شهادات اخرى، يكون فينا مثلا بطوله كحكم، كيكون عنده شهاده تحكيم، شهاده مدرب، مدرب دولي، مكون دولي، فهمت؟ يعني عنده في حاجات اخرى يمكن بالنسبه للرياضي الجواز الرياضي هذا عنده مقابلات يحضر فيها كحكم، حكم دولي. نعم نعم. هذا يعني وهذا كتعطيه واحد الفرصة أنه عنده مصاريف ولا التكليفات اللي كتكلف الجامعة ولا الجامعة هذا، وعنده كيدخل واحد المنصب ديالو لأنه محترف. نعم. طيب سي محمد طلبي، انطلاقا يعني منذ إحداث الأكاديمية أيضا الإنجازات اللي حققتها يعني الاعترافات الدولية اللي حققتها الأكاديمية، فبغينا نعرفوا اليوم المكانة ديال الرياضة تحديدا ديال السيف العربي سواء داخل ألمانيا أو لا داخل باقي الدول يعني الأخرى المختلفة، وكذلك مدى الارتباط ديالكم من خلال هذه الرياضة بالوطن ديالكم الأم، تحديدا المدينة ديالكم الأم اللي هي المغرب وفاس. سيد طالبي. نعم، فاس ما تنسعش، فاس هذه حاجة يعني داخلة في الدم، فاس هي الأم وهي الأب. نعم. بالنسبة لفن السيف العربي الحمد لله عندنا بزاف المشاركين رياضيين يعني ومدربين عالميين، لان الانسان لو يشوف في الفيسبوك راه عندنا 4 صفحات اكثر من 20,000 اللي كيهتموا وكينتظروا هذا السيف العربي، وعندنا مشاركين باغيين يتعرفوا على السيف العربي، وعطانا في السيف العربي عطى واحد الفضل، ولات الناس كتشوف المغرب فين جا، ولات الناس كتشوف منطقه فاس. الحمد لله بهذاك الجوجل وكيبقاو يشوفوا الناس كيقول لي علاش سميتوا الشارع ديالكم انا شفت كذا، والناس من الاكوادور، من البيرو، من مكسيكو، من فيتنام، من جنوب افريقيا، يعني واحد الفرصه واحد الفرح كبير. بالنسبه ثانيا فن السيف العربي هو مرتبط باللغه العربيه، لان السيوف الاخرى مثلا السيف الياباني كيعتمد على الكتابه على الخط الياباني من فوق الى الاسفل، هذا السيف العربي يمتد من اليمين الى اليسار. نعم. مثلا نعطيك مثلا الحركه مثلا حركه العين. نعم. فهمت؟ لو ديرها تكتب واحد حرف العين وتكتبه كبير بزاف يعني بواحد القصبه كبيره، كتكون حركه فيها دفاع وفيها يعني نقطه. نعم. ولات الناس كتعلم اللغه العربيه، هذه العين، هذه الميم، هذه العين والعين واللام، هذه فهمت؟ نعم. يعني ولاو كيهتموا حتى باللغه العربيه، لان ضروري يضطر يتعلم هذه الحركه، يتعلم حتى الحرف. ولات الناس كتهتم باللغه العربيه وكتشوف الرشاقه الخط العربي. نعم. بفضل هذا السيف العربي وكتبونا بزاف ديال الدكاتره، مثلا واحد الدكتور اللي كيدرسوا على لغه الام ولا لغه الكون. فهمت؟ واحد الاستاذ ابراهيم الشربيني هو مصري ويعيش في لندن، يعني اندهش اللي قال لي كيفاش انت خرجتي اللغه العربيه كرياضه. وهم الان كيبحثوا على ان الرياضه المغربيه على اللغه العربيه ولا لغه الام، ولقوا الحمد لله بان اللغه العربيه هي لغه الام. وهادو الناس اللي اهتموا كيفاش يعني السيف العربي عطانا واحد شهره بالنسبه للغه العربيه وبالنسبه للمغرب، وكما قلت لك الناس كيسولوا ويشوفوا، هذا واحد الفرق كبير. بالنسبه للشباب المغربي الحمد لله خدا واحد النظره اللي مشاركين معنا هنايا، لما كيلبس هذيك البدله ديال المكتوبه فيها اكاديميه التربيه لفن السيف العربي كياخذ واحد واحد الاحترام، كنلاحظوه يعني من الجانب، الانسان كتشوف اها كيف بقاو يشوفوا هذاك الخط العربي كيفاش مكتوب، كيشوفوا هذا يعني واحد عنده واحد الرشاقه، يعني الحمد لله كيوليو يسولوا شنو هذه اللغه هذه كيفاش تكتب، واحد يعني كتبين واحد يعني الانتباه نتاع الناس والاسئله، الحمد لله هذا فضل من الله. نعم. طيب اسم محمد طلبي، ما كاينش هناك يعني لقاءات مغربيه يعني
مع الأكاديمية ديالكم فيما يخص تعريف وأيضا ترسيخ لهذه الرياضة تحديدا ديال الفن السيف العربي. سي طالبي، طبعا عندنا الآن كنضموا مع الأستاذ شعيب فكري من دار البيضاء اللي عنده نادي بدار البيضاء وعنده واحد المكان اللي غادي نتمو إن شاء الله قريبا يعني بعد رمضان قريبا إن شاء الله بدورة تدريبية لتعريف بفن السيف العربي، وهو الآن كينضم هاد الدورة هذه غتكون في دار البيضاء. نعم. وغادي تكون حسب تعريف فن السيف العربي إدراج السيف العربي، تكوين مدربين وتسجيل بعض الرياضيين داخل الأكاديمية اللي كيرغب في المشاركة، وتسليم الجوائز الشهادات للدورات التدريبية والتعريف بهم، لأن من بعد لما يكون حضر هذه الدورات يمكن أنه يمثل المغرب ولا يمثل الأكاديمية في دول أخرى، مثلا لما تكون فرنسا غتطلبنا ولا غتطلب أي دولة أخرى ما يكونش أنا عندي مثلا الوقت هذا، يمكن هو اللي عنده هذاك الشاب المغربي ولا الرياضي المغربي اللي خذا هذيك الدورات التدريبية بدائية عنده ممكن له أنه مثلا يطلع لدولة أخرى كمدرب أو كممثل أكاديمية لفن السيف العربي. نعم. لأن باش غيكون يمثل بالنسبة للكاراتيه ولا بالنسبة للكاراتيه كثير كثروا. نعم. أما باللغة بالنسبة للسيف العربي ضروري يكون هاد الناس من عندنا تكونوا من عندنا داخل الأكاديمية، وقريب إن شاء الله غادي نسموها بالنسبة للشباب المغربي يمكن يشوف غير في الإنترنت هذا عنا. اسمها يا ماسا، نشتغل مثلا اي ا ام ا اس ا نقطة دي او ويلقاو لهم في الفانة ويلقاو التاريخ ديال الدورات. يا ماسا يا ماسا نقطة دي او دي او ايوا. نعم. يا ماسا يا ماسا تيري تيري صغير طالبي يا ماسا كدير واحد بحال موا تيري صغير وطالبي اي البي بوان دي او ويلقاوها، ولا في فيسبوك يعطيو غير محمد طالبي لقاو فيسبوك والدور ان شاء الله كنتمنى. ولقينا مع الاخت عاوتاني بالنسبه لسميره الفحل من مدينه فاس. شنو بغيت نسولك على مستوى مدينه فاس واش كاين شي؟ ايوا مدينه فاس هي عندها هي رئيسه واحد الجمعيه تاع النساء في فاس، وكنا قبل غادي نضموا عندها دوره الا ان التاريخ كان شويه مستعجل، والان حنا كنضموا مع الاخت سميره الفحل من مدينه فاس وهي الممثله تاع الاكاديميه بمدينه فاس دوره بمدينه فاس بالضبط، وغتكون ان شاء الله في النواحي ديال الدكارات ما عندهم الجمعيه. نعم. وغتكون في مون فلوري تما عندهم مع الجمعيه الثانيه بالنسبه للشباب ولا هذا ديال الجمعيه تاعهم الغصن الاخضر سميتها. نعم. الجمعيه وغادي نقوموا بالدوره اللي تكون في فاس ان شاء الله، وهذا قريب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اذا سي محمد الطالبي رئيس الاكاديميه الدوليه للالعاب الدفاع عن النفس وفن السيف العربي بفرانكفورت المانيا، نشكرك على تلبيه دعوه إدعاء فاس. رمضان مبارك سعيد، تقبل الله صيامكم وصلاتكم. شكرا على تلبيه الدعوه مره اخرى سي محمد الطالبي. تحياتي لكم وسلامي الى الجميع. شكرا لكم. تحيه جديد، مرحبا بكل اسماعي دعت فاس الجهويه. نواصل هذه الحلقه ببعض الاخبار المرتبطه بالملاكمه تحديدا، حيث يخوض المنتخب الوطني للملاكمه حاليا بالعاصمه الكوبيه هافانا معسكرا تدريبيا للرفع من مستوى المؤهلات التقنيه لعناصره. وافاد بلاغ الجامعه الوصيه بان المنتخب الوطني سيشارك خلال هذا المعسكر الممتد ما بين 30 ماي الماضي و 11 يونيو الجاري في منافسات المسابقة الدولية التي تحمل اسم جيرالدو كوردوف كاردين، الإشارة في البعثة المغربية التي يشرف على تدريب الإطار التقني الكوبي داكو بورتو سكوت رخص من 7 ملاكمين. يتعلق الأمر بكل من بنقل سعد 49 كيلوغرام، كشفي توفيق 56 كيلوغرام، حموت محمد 60 كيلوغرام، نادر عبد الحق 64 كيلوغرام، بلعصق عبد الكبير 69 كيلوغرام، زهير حمزة 75 كيلوغرام، ووحدي شعيب 81 كيلوغرام. أخيرا، سجل المنتخب الوطني مشاركة متميزة في بطولة العالم لركوب الموج التي جرت في الفترة ما بين 20 و 30 ماي الماضي في فرنسا. وذكر بلاغ الجامعة الوصية لركوب الموج أن البطل المغربي ياسين رمضاني الذي حل خامسا في هذه البطولة كان قاب قوسين من تأهل المباراة النهائية، والإنجاز الذاتي حققه كل من المغربيين بكر بوعود عبد الحق الهارم باحتلالهما لمركزين مشرفين ثامن وربع النهاية على التوالي. عقب هذه البطولة تمكن المنتخب الوطني من الالتقاء إلى نادي 15 الأول
الأوائل على الصعيد العالمي حسب الترتيب العام. على صعيد الفرق احتل المنتخب المغربي الذكور المركز السادس أمام منتخبات عتيدة كأستراليا البرازيل وجنوب إفريقيا. إلى هنا إخواني أخواتي نأتي لنهاية حلقة اليوم من برنامج المجلة الرياضة، نلقاكم في مناسبة قادمة. نقول لكم تحية الأخ محمد المدني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المجلة الرياضية، ملفات أخبار وقضايا رياضية، إعداد وتقديم إدريس مكرو.